موقع أنا السلفي. الذي لا يحافظ على الصلاة، الذي يضيع الصلاة، يحشر يوم القيامة مع أئمة الكفر والعياذ بالله. ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة؟ لماذا ذكر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؟ لأنه من شغلته الرئاسة والملك عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغله منصبه أو شغلته وظيفته أو عمله عن الصلاة حشر مع هامان الذي كان رئيس وزراء فرعون، وكان الذي يسانده ويعاضده ويعينه على الكفر والضلال والعياذ بالله. ومن شغله جمع المال عن الصلاة حشر مع قارون الذي خسف الله عز وجل به وبداره الأرض. ومن انشغل بالتجارة والبيع والشراء عن الصلاة حشر يوم القيامة مع أبي بن خلف الذي كان من أكبر تجار مكة وكان من أكبر المحاربين لله ورسوله. فانظروا عباد الله، هل تريدون أن تحشروا مع هؤلاء؟ يا من شغلتك رئاستك ومنصبك عن الصلاة، هل تريد أن تحشر مع فرعون؟ يا من انشغلت بوظيفتك وعملك عن الصلاة، هل تريد أن تحشر مع هامان؟ يا من انشغلت بجمع المال عن الصلاة، هل تريد أن تحشر مع قارون؟ يا من انشغلت بتجارتك وبالسوق والبيع والشراء عن الصلاة، هل تريد أن تحشر مع أبي بن خلف؟ أم تريدون أن تحشروا مع رسول الله ومع صحابة رسول الله الذين كانوا يعظمون أمر الصلاة؟